الله معكم. نسمع كتير الناس اليوم بيقولوا ليش الله ما بينزل نار وكبريت؟ شو بيه بالشايف العالم؟ بالشايف الخطية يلي موجودة؟ أنا وياكم رح أرجع عدتكم لورا ونرجع لقصة يونان نبي. يونان اللي كلنا سوا بس نسمع قصته دغري بيجي على بالنا قصة الحوت، ساعة اللي يونان بلعوا الحوت وبقي 3 أيام. ولكن فعلياً يونان شو قصته؟ يونان هو نبي عيش قبل المسيح، وبيقلنا أنه بيوم من الأيام سمع صوت الله يلي عم بيقله يا يونان بدي إياك تروح على نينوى، وهونيك تقلن أنه الخطية يلي عم يرتكبوها كتير كبيرة والرب غضبان عليهم وتأنذرهم. يونان خاف، شو بده يروح يعمل ونينوى مدينة وثنية؟ فبياخد أول سفينة رايحة على ترشيش، وهيدي ترشيش كانت مدينة كأنه اليوم مثل ما عم بيقول بآخر معمر ربنا بعيد كتير، راح تيهرب. ولكن اللي صار أنه بقلب البحر بتهب عاصفة، وبيفكروا أنه هذا العمل هو غضب من الله وأكيد في حدا مسبب لإله، وبس ألقوا القرعة طلع الحق على يونان. خبرهم الخبرية فقاموا كبوا بالبحر لحتى يرتاحوا. فاللي صار أنه بيجي سمكة كبيرة وبتبلعه ليونان، وبيبقى فيها 3 أيام بقلبها، وما بيلاقي حاله إلا على شاطئ نينوى مطرح ما الرب كان بده إياه يروح. وهونيك بيقول خلاص ما زال الرب بده إياني أنا وصلت، وبيبلش يمشي مسيرة طويلة ويعلن قدام الناس أنه الله غضبان من نينوى وأنذر نينوى أنه خلال 40 يوم رح تدمر. فالناس اللي سمعوا يونان بلشوا مسيرة التوبة، قرروا أنه يبلشوا يصوموا ويحطوا رماد على راسهم علامة توبتهم. وصل الخبر للملك، الملك بيدوره كمان أعلن أنه كل المدينة رح تعيش توبة، ولبس مثله مثل كل الناس المسح. وهون صار يونان مستعد لحتى يشوف المدينة كيف عم تتدمر. فبيقلنا القصة طلع على راس تلة وقاعد ناطر يتفرج على نينوى كيف بده يدمر الله. ولكن بعد 40 يوم ومع التوبة والمسيرة اللي عاشوها أهل نينوى، الله رحمهم وصفع عنهم، فغضب كتير يونان. وكان بهيدا الوقت صار في حدث كتير حلو، إنه من كثرة الشوب حس يونان إنه مزعوج، فالله عمل له مثل أعجوبة وطلعت نمية خروع مثل شجرة صغيرة لحتى تغطيه ليونان من الشمس الحارقة، وتاني يوم دبلت ويبست الشجرة. فساعت قدام هذا الحدث يونان عصب إنه أنا جيت وبعتني مشوار طويل كرمال لحتى قلن للجماعة إنه بدك تدمرهم، وبتوصل هلأ ما بتدمر الشعب ما بتدمر المدينة؟ وكان جواب الله الجواب الرائع، بيقول له أنت زعلت على الخروعة يلي طلعت بليلة وماتت، وبدك ياني أنا ما أزعل على شعب 12,000 شخص هولي مني ما أزعل عليهم؟ أنا ما بدي أنه الخاطئ يموت، بدي إياه أنه يتوب ويرجع. وهيك منتعلم من يونان أنه الرب دايماً بيعطينا فرصة جديدة، والصوم هو بيصير مسيرة لنا ووسيلة لحتى نعبر له للرب عن خطيتنا وندامتنا، والرب أكيد حاضر لحتى يسامحنا ونبلش معه صفحة جديدة. صوم مبارك.